دكتور، جائزة نوابغ العرب هي خطوة لاستئناف الحضارة العربية العريقة بعلمها وزخمها. شعورك دكتور وأنت جزء من هذه المرحلة؟ هذا فخر كبير، فخر كبير بالنسبة لي أن أكون من هؤلاء العلماء، فخر كبير لي أن أكون في هذا الحاضر. لما كنت أتوقع أن أكون في هذه الحياة، سبحان الله، تعمل عملت طيلة الحياة هذه ولم أتوقع أن أكون بهذا المنظور. وهذه رسالة لجميع المتميزين والمفكرين العرب، العمل الجاد دائما يكون له تقدير غير متوقع، وهذا شيء فخر لي أن أكون حامل لأول جائزة في فرع الطب من هذه المبادرة نوابغ العرب. شيء نبيل، شيء ضخم، شيء كبير. في خلال 48 ساعة اللي فاتت فقط، الاستجابة العالمية، ليس فقط العربية المحلية، الدولية، هنا في أمريكا عن طريق المستشفى وعن طريق وسائل الإعلام لها صدى كبير، وشيء مبادرة ليس فقط بناجحة، ولكنها شيء استثنائي من ناحية النجاح. فأشكر سمو الشيخ بوضع هذه المبادرة، وأشكر اللجنة التي اختارتني في أن أكون في صدر هذه المبادرة.